أتوقع زوالها قريبا، ولكن عليك ببر الوالدين وبالصبر، والله أعلم. طيب، حلم من صفحة اليوتيوب لإكرام وصال. صديقتي شافت أنها لابسة فستان زفاف قصير وكعب عالي بس شوي متسخ، وكانت بعرس والكل عم يغير ثيابه ما عداها، والشاب اللي مرتبطة فيه كان في الطابق السفلي جالس. طبعا للدكتور أشرف. هي أكيد عزباء كده يعني. هي أسباب. من الرؤية باختصار أنصحك ألا تختاري إلا صاحب الدين. بإذن الثياب الله. القصيرة إنسان خلقه ودينه ضعيف. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لباس لهم. لهن، عن الزوج والزوجة أو الأزواج والزوجات. فاللباس لما يكون ساتر وطويل يعني خاطب نعم. وزوج صاحب دين. وجبناها منين صاحب دين؟ سيدنا النبي لما شاف في الرؤيا قال: رأيت في المنام ليلة البارحة أمتي تعرض علي، أو رجال أمتي، منهم من يلبس قميصه إلى صدري وقميصه إلى ركبتي، قميصه إلى ساقي، أما عمر فرأيته يجر قميصه إلى الأرض. قالوا: بما فسرت القميص لعمر يا رسول الله؟ قال: أولته بالدين، لا لا، فدينه قوي رضي الله عنه ما وأرضاه. شاء الله.